عالم الموضة عالم قديم، فيه الكثير من المعلومات اللي نجهلها. مما يؤثر سلباً في العديد من الأحيان في تعبيرنا عن أنفسنا في المجتمع والمناسبات اللي نلبي دعواتها. ولكن سنكشف النقاب عن أسرار وخفايا عالم الموضة اللي ينبض بالحياة والإبداع في أسرار الموضة، من تصميم عروض الأزياء وصناعة الأكسسوارات إلى أساليب المكياج والتسريحات. بتتعرفون معانا على كل ما يجعل عالم الموضة مبهراً. في كل مرة سنطرح أحد مواضيع الموضة عشان نقدم نظرة شاملة عن تاريخه وكيفية تطوره عبر العصور، وقد نكشف الستار أيضاً عن قصص النجاح والإلهام لأبرز الشخصيات في هذا المجال. ما هي أحدث صيحات الموضة؟ ومتى بدأت ظاهرة الترند في عالم الموضة والأزياء؟ وما يجب أن نعرفه قبل شراء الملابس؟ حلقة اليوم من أسرار الموضة بنتعرف فيها على تاريخ الترند وكيف أن متابعة صيحات الموضة أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الكثيرين في عصرنا الحالي، حيث تعكس الأزياء ليس فقط ذوق الفرد الشخصي بل أيضاً ارتباطه بالعالم من حوله. فارتداء ملابس تتماشى مع أحدث صيحات الموضة يمنح الشخص إحساس بالثقة والانتماء ويعكس وعيه بالتطورات السريعة في هذا المجال. الاهتمام بالموضة لا يعني فقط اتباع كل جديد، بل هو فن التكيف مع ما يناسب شخصية الفرد وأسلوبه الخاص. فالموضة تقدم تنوع كبير يتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة، فمن خلال متابعة الصيحات يمكننا تجديد مظهرنا وإبراز جوانب جديدة من شخصيتنا. هذا وأكثر سنكتشفه اليوم مشاهدينا مع خبيرة الموضة سارة كيروز، واللي بتعرفنا عن أسرار تاريخ الترند. تاريخ الترند في عالم الموضة هي رحلة ممتدة عبر العصور يعكس فيها المجتمع تغيراته وتطوره. فمنذ العصور القديمة كانت الأزياء تعبر عن الهوية الثقافية والمكانة الاجتماعية، ولكن مع دخول العصر الحديث أصبحت الموضة جزءاً من صناعة عالمية واسعة التأثير. وفي القرن العشرين بدأت فكرة الترند أو الصيحات الرائجة في الظهور بشكل أوضح، خاصة مع بروز وتطور وسائل الإعلام مثل الصحف والمجلات. شهدت تلك الفترة تغيرات سريعة في الأزياء، حيث كانت اتجاهات الموضة تتغير من موسم لآخر وتؤثر على أساليب اللبس في جميع أنحاء العالم. مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين أصبح مفهوم الترند أكثر ديناميكية، فاليوم يمكن لصيحة جديدة أن تنتشر حول العالم في لحظات بفضل المنصات الرقمية، مما جعل الموضوع أو عالم الموضة متجدد باستمرار وسريع التطور. تطور الترند لم يكن دائماً سهلاً أو سلساً، فقد واجهت صناعة الأزياء تحولات كبيرة أثرت على كيفية إنتاج الملابس وتوزيعها وتسويقها، من الاعتماد على الأزياء الراقية اللي كانت مقتصرة على نخبة في بداية القرن العشرين إلى انتشار الموضة السريعة Fast Fashion. في أواخر القرن نفسه أصبح الوصول إلى الموضة متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية. في الوقت الحالي تبرز الأزياء المستدامة كواحدة من أهم الصيحات اللي تتحدى مفهوم الموضة السريعة، حيث يبحث المستهلكون عن منتجات تجمع بين الجمال والاستدامة، وبهذا تستمر الموضة في كونها انعكاس للتغيرات العالمية وتواكب كل عصر بتطوراته الخاصة، ثم يجعلها دائماً في طليعة الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والبيئية. وبعض صيحات الموضة تستمر لعقود لأنها تعكس جوانب أساسية من الذوق العام والجماليات اللي تتجاوز الزمن. هذه الصيحات غالباً ما تكون كلاسيكية وتتميز بالبساطة والأناقة، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأوقات والأجيال، لأنها لا ترتبط بفترة معينة بل تتأقلم مع تغيرات الموضة دون أن تفقد جاذبيتها. وفي المقابل هناك صيحات تعود بعد سنوات من الاختفاء، وهذا يعود إلى دورة الموضة الطبيعية اللي تشهد إحياء تصميمات وأفكار من الماضي ولكن بأسلوب عصري ينسجم مع التغيرات الحديثة.
هاي، معكم سارة كيروز، سيلبرتي ستايلست. اليوم حلقتنا عن الهيستوري اوف ترندز. قبل ما نكون عم نحكي عن الترندز وتعرفوا شو على الموضة هلا، مهم تعرفوا كيف بلشت الموضة من زمان لهلا. سايكل تبع كل ترند مقسومه 5 فيزز. بالاول الانترودكشن، يعني بس نروح على الفاشن ويك ونشوف الشوات، اول شيء بتكون الانترودكشن، نعرف شو هي الترند الجديده على الموضه. اكيد بنكون عم نشوفها اول شيء بالشو، بعدين بنكون عم نشوفها على السوشيال ميديا وعم تتداول بسرعه اكثر. كل ما الى ترند بتكون سريعه اكثر. من بعد الانترودكشن في الديماند، يلي هو العالم بتبلش تطلبها لهالترند وبدها تلبسها. سو اكيد كل ترند حسب الطلب تعلى الديماند تبعها، ومنوصل على البيك يلي هو اعلى شيء للترند، وقت الكل بده يكون عم يلبسوها وكل البراندز بيكونوا عم بيعيدوها بطريقه كوميرشال اكثر تالكل يقدر يلبسها. من بعدها رابع فيز بيكون صار فيه خلص ديكريز، يعني الناس ما بقى عم تطلبها، زهقتها بدها تروح صوب غير ترند. ومن بعدها فيز 5 يلي هي ريجكشن، يعني الترند انتقلنا منها على شيء ثاني لانه بطلوا الناس حابينه. هو هن الفايف فيزز لكل ترند. هلا كل ترند قديه بتضلها موجوده وقديه الناس بيحبوها، هيدا لها علاقه على كل شغله بتجي على الموضه. مرات في ترندز بيضلوا سنين ومرات ترندز بس جمعتين. هلا سوا رح نكون عم نشوف الهيستوري اوف ترندز، كيف بلشت الموضه من زمان. بس نشوف الترندز على الموضة هلأ لازم نعرف إنه كله من أخذ من فكرة تانية من الوقت، من حقبة وقت تانية. دايماً الموضة بتعيد حالة من أولى هيدا، بس هو حلو نعرف كيف بلشوا الهيستوري أوف ترندز وكيف كانوا يلبسوا من زمان. خلينا نرجع لورا بالزمن كتير ونروح على ميزوبوتاميا، كيف كانوا يلبسوا من 3500 سنة قبل الميلاد. كانوا يكونوا عم يلبسوا القماش الملفوفة على جسمهم بألوان معينة، أكتر شيء كان يكون فيه الأحمر والأزرق، وكانوا يكونوا قماشات طوال وملفوفين على جسمهم تيخبوا جسمهم. رح نروح كمان على مصر تتشوفوا من 4000 سنة شو كانوا يلبسوا. كمان كانوا يلبسوا الشباب القماش الملفوف على جسمهم، كان يكون قماش أبيض بنسميه شانتي، كان يكون ملفوف من الخصر ونزول كأنه على شكل تنورة. والصبايا كانوا يلبسوا الكالازيريس يلي هو كمان قماشة بتخبي الأوبر بارت، كمان ترانسبارنت شوي وبيضة مع العقد الكبير، والجيب البيضة كمان تكون قماشة ملفوفة على جسمهم، ويزيدوا كمان الويجز أو البيروك على شعرهم. هذا كان الستايل بمصر. خلينا نروح هلأ على غريس عند المينيونز. كانوا قبل 1700 سنة قبل الميلاد يلبسوا الكورسي والبل شيب سيلوات، يلي هو كأنه شكل جرس، يلي هو بتجي التنورة مفتوحة كتير مفلوشة، والكورسي كان يكون فيه حديد. سو الكورسي اللي بتشوفوه هلأ والمودة بتشوفوها اليوم مأخوذة من كتير كتير زمان. كمان بغريس من بعد المينيونز صار في موضة تانية وتتاروا التياب كتير أريح، القماشة الملفوفة وتكون one shoulder dress، يعني ميلة واحدة مغطى وميلة لا. هذا الستايل كتير ديفرنت وصار يريح كتير الصبايا. هلأ خلينا نروح على روما. هونيك تغير ستايل الone shoulder dress تبع غريس وصار التوغا تونيك يلي هي كمان دريبت. كمان خيروا على البيزنطان. البيزنطان كانوا يلبسوا ستايل الكتير أورنمنتال يلي مثل ما هو موجود بالأرشتكتور تبعهم كمان بتيابهم، كان يكون في كتير الذهبة والأحمر وكان يكون في كتير قصص مشغولة بالإمبرويدوري. سو حتى الموضة اللي بتشوفوها اليوم مأخوذة من كتير كتير زمان لورا. هلأ رح نروح على الميدل ايج. بوقتها كانوا الألوان تكون مقسومة حسب السوشيال كلاس، يعني الأشخاص الغنية كتير تلبس ألوان قوية كتير، والأشخاص اللي معها المصاري أو بتشتغل بالأجريكولتشر كانوا يلبسوا ألوان ترابية أكتر مثل البني أو البيج. سو كانت تكون مقسومة الناس حسب تيابها. هلأ رحنا على الرينيسانس يلي هو 16 سنتشري. الستايل كان كتير ديفرنت، الشباب كانوا يلبسوا بوف سليفز، يعني الجاكيتات اللي كتير عندها كتافة عراض والجاكيت بعدين بالضيق، مع البانتاكور اللي بيجي مزموم من تحت. والصبايا كانوا يلبسوا الكورسيات عن جديد والبل شيب سيلوات يلي كمان فساتين كتير كبار، ونعرفوا بكل الفلوم اللي منشوفها نحنا من زمان قدي كانوا يلبسوا فساتين كبار وفيها شغل كتير. من بعدها رح نروح على الإباك الروكوكو اللي هو 18 سنتشري، وقتها صاروا الفساتين كبار لدرجة إنه اضطروا العالم يكبروا قياس الباب وقياس الكارجز تيساعوا الفساتين، لأنه وصلوا الفساتين تقريباً متر ونص عرض من تحت،
هالقد كانوا صاروا uncomfortable وهيفي للصبايا. وهون رح نروح على الاندستريال ريفولوشن بال 19th century وين تغيرت كتير الموضة، لأنه بطل بس دريس ميكرز عم يعملوا ساتين على إيدهم، بطل في كتير تايلورينج اللي هو كاستمايز، صار في أكتر ready to wear. وبتشوفوا كيف تغيرت الترندز بهيدا الوقت. بال 1910 كانت باريس هي أكتر شيء نشوفها كمان تنشوف شو عم بيصير بالموضة. اليوم في كتير فاشن ويكس، أكيد منعرف شو عم بيصير بباريس، ميلان، نيويورك، جابون، ولا حتى كتير بلاد تانية. بس قبل كان فرنسا وباريس هن الرفرنس لكل شيء عم بيصير بالموضة. بال 1910 بلشوا يبينوا أكبر ديزاينرز يلي هن بلشوا ينعملوا ترانز جديد، مثل لونفان أو بواري أو حتى فيوني. خلينا نروح على 1930، كوكو شانيل بلشت تغير كتير قصص بالموضة. وقت الصبايا قبل ما كانوا يلبسوا البنطلون كان دايما يكون في بس فساتين، بلشت تعمل ديزاينز مع بانس وتعمل فساتين كتير بيريحوا، لأنه مثل ما شفتوا إنه قبل كانوا فساتين أبدا مش كومفتبل، كان دايما يكون في وزن كتير وقياس كتير كبير بالفساتين. كوكو شانيل راحت على قصص كتير لوس وكتير بيريحوا وكتير ستريت كات، وراحت صوب البانس وقصص الكومفتبل. كمان ألساس كاباريلي بال 1930 اشتغلت قصص كتير جديدة، جرافيك برينتس، قصص جديدة مثل اللوبستر دريس يلي كتير انعرف، وراحت على قصص أكتر بوب آرت، أكتر فيها جرأة لتياب الصبايا. ب 1950 في ترانز كتير جديد انزادوا من ورا كريستيان ديوخ، غير الشيب تبع سيلوات المرة بفساتين جديد اي لاين شيب يلي هو بيضيق على الخصر وبعدين بيفلش اذا كانت التنورة او الفستان، او حتى عمل كمان ستايل جديد ترابيز شيب يلي هو كمان السليفز وسعوا شوي ضيق الخصر وبعدين السكيرت بتنزل. كمان عمل كتير سترابلس جاونز يعني الفساتين اللي بيجوا بلا كم، كمان يكون في كتير اكزاجريتد كولرز يعني القبة تكون مشغول عليها اكتر وتكون اكتر جديدة، هودي كلهم بال 1950. بال 1970 إيف سان لوران بلش ستايل جديد مثل اللاذر جاكيت، البانس وقصص كتير اكتر منلي. كمان دايان فون فرستنبرغ عملت الراب دريس وبلشت ستايل جديد ما كان موجود قبل. كارلا جيلفيلد مع كلوي كمان بلش قصص جديدة مع ستايل معين، باترنز كتير وألوان. بالسبنتيز بتشوفوا كان في كتير ألوان جريئة أكتر. وآخر فترة بنحكي عنها هن التسعينات، كان يكون في كتير الواش جينز، الجينز يكون رايح لونه، البونك روك كانت ترند والجرونجي لوك، هودي كانت ترند تبع التسعينات. شفنا ترندز كيف كانوا قبل، حلو نعرف شو عن الموضة لهيدي الشتوية. في كتير ترندز مأخوذين من قصص قديمة، أول وحدة هي البوهو ستايل. البوهو ترند رجعت على الموضة كتير وكانت أكيد بالستينات والسبعينات كنا نشوفها بغير طرق، بغير قماشات وغير باترنز، كان يكون قبل النقشات قوية وإرثي كتير. هلأ رانا شفناها على الموضة بقماشات جديدة ترانسبرنت فلوي بس بألوان إرثي بعدها. سو منعرف إنها بوهو، منعرف إنه مأخوذة من هالترند بس معمولة بطريقة جديدة. تاني ترند على الموضة هلأ كمان لهالشتوية الكابتن ترند. بعرف إنه يوجلي هيدا ترند متخيلة أكتر بالصيفية لأنه فيها ستيل الكابتن تبع البوت، بيكون حاطت الشابول نيفي والأبيض، بس هالشتوية كمان رجعت على الموضة بقماشات أكيدة للشتوية، قماشات أسمك بس بعدنا بألوان الكحلة والأبيض سوا. تالت ترند كمان على الموضة Back to the Future، أكيدة كنا نشوف من كتير زمان العالم اللي عم جرب تعمل قصص فيوتوريستيك وجديدة كتير. كمان هلأ بهالشتوية رح تشوفوا كتير ديزاينر رجعوا على القصص السيلفر، البلو، الانتر جالاكتيك، وبتحسوا انه جاي من الفضاء. رابع ترند هي الليوبار. الليوبار كتير على الموضة الانيمال برينتس، ودايما بنعرف انه بتروح وبتجي هالترند بس ولا مرة بتختفي كومبليتلي، وهالشتوية رجعت على الموضة الليوبار. نكست ترند كوكيت، سميناها كوكيت بس هو الفيمينين ستايل اللي بيجي مع ريبن صغار، لايت بينك، الوان كتير فيمينين، كتير رح تشوفوها على الموضة عند كذا ديزاينرز، ورح تكونوا عم بتشوفوا انه هالشتوية حتى لو الوان باستيل رح تكون اكثر على الموضة.
one more trend هو البابل سكيرت يلي هي الجيب اللي بتجي شوي واسعة من تحت. أكيد شفته throughout the years قد كان يكون في دنانير هيك، أكيد معمولة بطريقة جديدة لتكون ملائمة هلأ ومودرن، بس متاخدة من ترند قديمة. One more trend على الموضة لهالشتوية بنسميها lady style يلي هو ستيل ديار بلشوا قبل بالكوتس تبعه بالألوان والقصص الكلاسي كتير. Next trend the new cape. الكيب كانت على الموضة أكيد قبل، بس هلأ معمولة بغير طريقة بقماشات جديدة وألوان جديدة. Next trend الفوريور. أكيد هلأ على الموضة الفوفوريور، الناس عم تبعد عن animal fur، كمان رح تشوفوها كتير بهيدي الشتوية. كمان ترند على الموضة اللي هو الستيل لايف يلي هو usually بسموها nature mart، القصص بتكون painting مرسومين، أكل مرسوم على painting. كمان على الموضة بالتياب صرنا نشوف كتير prints للأكل على التياب. واحدة من النقشات يلي على الموضة لهالشتوية هو التشيك يلي هو الكارو، بكتير ألوان جديدة وبكتير قياسات جديدة رح تلاقوها كتير بهالشتوية. كمان ترند كانت على الموضة ورجعت اللي هو الدبل دانيم، تكونوا عم تلبسوا توتال لوك جينز. واحدة من الألوان اللي كتير على الموضة لهالشتوية هو الأحمر، رح تشوفوا الأحمر بكتير شوات وبكتير كولكشنز. وآخر ترند لهالشتوية هن الكارديغانز، رح تلاقوا قصص كتير بتدفى وكونفورتينج لهالشتوية. بهالطريقة شفنا كذا ترند كيف بلشوا من زمان لليوم، وكيف ترندات اليوم مأخوذة دايماً من ستايل قديم شفناه قبل. أكيد حلو نكون عم نشوف الموضة، نفهم كمان من وين جاي الموضة، ونعرف كيف نكون عم ننسقهم سوا للقصص. إذا كانوا انسبايرد من حقبة تانية حلو نعرف نعمل ميكس اند ماتش تنكون عم نلبس ترندي حتى لو فينتج. حكينا قبل عن الترندز، تعالوا نشوفهم سوا. حكينا عن الإيبوك الرينيسانس الباروك والروكوكو، تتشوفوا كيف كانوا الفساتين. هون بتشوفوا كذا ستايل حكينا عنه، بتشوفوا نوع الامبرويدريز المعمول على الكمام وحتى على الأوبر بادي، ودايما بتحسوا انه كورسيه شوي اكثر الأوبر بادي والفستان الجيب تنزل اكثر واسعة. حتى بتشوفوا الفلفت المخمل كان على الموضة، وحتى لون البرغندي كل شيء فيه أحمر وذهبي كان كتير موضة من زمان. رح نشوف كمان فساتين من إيبوك رينيسانس، تتشوفوا كمان لايف كيف الستايل كذا فابريك. هون في ميكس اوف باترنز وميكس اوف فابريك، كمان بتشوفوا قماشة الفلفت مع قماشة أنعم والليس كلهم بتونز اوف بلو. وهذا الفستان كمان ريكرييتد على كيف كانوا الفساتين قبل، بتشوفوا الديتيلز قد ايه كورسيه من هون، كذا لايرز من هون، كذا فابريك، كله ان تونز اوف اوف وايت اند وايت. رح نكمل نشوف ستايلز الفساتين، تتشوفوا كمان ستايل الاوف وايت مع الزيتي التول الليس، بتشوفوا كذا فابريكس كان يكون في كذا لون توجذر، دايما الويست كتير واضح والجيب ترجع بتفتح. ستايل تاني بنشوف كمان بيجي شوي اقصر من قدام بيرجع بعدين بيفتح مع تو كولرز، دايما بتشوفوا الدانتيل الليس كتير موجوده، ومعظم الوقت بتشوفوا بيكون upper body عقد جسم بعدين بيوسع من تحت. One more style نشوفه سوا، بتشوفوا الفستان كيف كان يكون عنده two colors، هون عنا أخضر وبيربل، كان يكون strapless gown، أكيد في بليسي مرات، هون في flowers على طرف الفستان، so كل سيدة كان يكون عندها style معين وكان يكونوا أكيد customized. وآخر فستان رح يكون عم نشوفه light blue مع الكمام والديتيلز على الكمام. شفنا الفساتين على الإيبوك رينيسانس روكوكو والباروك، هلا رح نشوف غير إيبوك.
هذا ستايل هو ستايل الستيز، بتكونوا عم تشوفوه كمان بالبوتنز الالوان وحتى الباترنز والكوت اكيد. كمان هالنوع القمصان بلشوا من السبعينات والثمانينات وضلوا كتير على الموضة، وهلا عم نرجع نشوفهم تريندي اجان، حتى فيكم تكونوا عم تلبسوهم مع سكيرت. بعد في ترندز بنشوفها، خلينا نشوف بالفيفتيز. بولكا دوت كان كتير على الموضة بالفيفتيز، وفي ينلبس هلا مع التشيك. قلنا انه على الموضة اصلا الكارو هالسنة، سو بتشوفوا انه هو ده انسبايرد من الفيفتيز والسيكستيز بس بعدهم على الموضة. مور ترندز نشوفهم سوا. الستايل كان كمان بالسيكستيز، البولكا دوت صح بلشت بالفيفتيز وضلت موجودة، ومثل ما قلت ميكس اوف باترنز، اتس سمثينج ذات واز تريند، يعني كانت على الموضة وبعدها. هذا ستايل كتير فيفتيز بالالوان وبالكوت تبعه. هذا ستايل هو كتير بالايتيز بالباترنز والكوت. واخر ترند هي من الناينتيز. هذا الستايل كان كتير على الموضة، كانوا يلبسوا كتير جاكيت الجامبر الواسعة بألوان دايما فلاشي، هون بيرفكت. الموضة مثلها مثل الفنون الأخرى، تتأثر بالحنين للماضي والابتكار المستمر، وما يجعل عودة بعض الصيحات القديمة جزءاً من هذه الحركة الديناميكية. عندما يتعلق الأمر بالبراندات، فاختيار العلامة التجارية اللي تناسب شخصيتك يعتمد على عدة عوامل، أهمها هو اختيار ما يعبر عنك بشكل صادق ويشعرك بالراحة والثقة. في النهاية الموضة ليست مجرد ملابس، بل هي وسيلة للتعبير عن شخصيتك وقيمك الخاصة. اليوم خبيرة الموضة عطاف كشتبان ستكشف لنا سراً آخر من أسرار الموضة، حيث ستشاركنا كيف تختار الصيحات اللي تناسب شخصيتنا وتبرز هويتنا بأسلوب يعكس تميزها وتفردها. معكم عطاف كشتبان خبيرة موضة، جاي أحكي عن تاريخ الموضة وعلاقتها مع الموضة الحديثة. مثل ما بتعرفوا انه الموضه ما بلشت بين يوم وليله، بلشت من تاريخ كثير قديم وكلنا بنتبعه، خاصه بالاندستري تاع الفاشن، والجميع وبلشت من حوالي سنه 1858 مع الفادر اوف الهوت كوتور اللي هو تشارلز فريدريك، وهو اول من اخترع الهوت كوتور والريدي تو وير. وبعدين صارت سنة 1920 بلش الاندماج بين الرسامين اللي هن بلشوا يلجأوا لهم ليصمموا، وبعدين الديزاينرز ويكونوا ديزاين كامل للقطعة. ومن هون انطلقت الحقبة اللي هي فيها الطبقات، الطبقة الراقية والطبقة العاملة، وانتهت هالسنة اللي هي 1920 مع كوكو شانيل. بس كوكو شانيل وقتها ما كانت بارزة مثل ما نحن بنعرفها حالياً، مرقت بظروف صعبة وما كانت ناجحة. السنين مرت كتير لوصلنا لسنة 1950، وانطلقت من هنيك البراندز والبلاد اللي حكيوا كتير عنا وحكيوا عن مدن الموضة ومدن الفاشن اللي هي باريس، روم، لندن وسبين. وكانوا البرانز المشهورة مثل مش البرانز اللي بتعرفوها حاليا، هي بس جيفونشي وبالانسياغا وبالمان وديور، هن بس أربع برانز كانوا مسيطرين بحقبة 1950. ومن خلالها طلعت الموضة وطلعت المشاهير وانتشرت كمان من خلالها كوكو شانيل، وصار في نجاحات كبيرة. وكانت أكثر موضة دارجة والكل بيعرفها هي موضة الأور جلاس أو الساعة الرملية، اللي كان فيها الكتاف العراض والخصر اللي كتير كتير ضيق والوراق الكبيرة.
وكانت الليديز أو الطبقات الراقية تضطر تلجأ للكورسيه حتى تقدر تظهر حالها بهالمظهر الجميل. فكانت وقتها الأنوثة والستايل الرومانتيك هو الستايل اللي كتير بارز بهيدي الحقبة، وكان وقتها يركزوا كتير على القماشات الواسعة واللايرينج والشفافة ليقدروا يبرسوا القماشات بطريقة جميلة جداً، وبس يتحركوا أنوثتهم تبين ليتحركوا بطريقة جميلة جداً. زمن 1950 كان زمن جميل، زمن الطبقات اللي كانت تركز على الفساتين الراقية، وكان كل ديزاينر يبدع بالفستان وكل واحد يركز كيف بده يضيق أكثر بالخصر ويوسع أكثر من تحت، والأوراق تكبر وتكبر، وفي ناس كانت تاكل أكثر لتبين الأوراق أكبر وتعرض وتدور من فوق أكثر، لحديت ما إجا زمن غير كومبليتلي زمن 1950. لو وصلنا على 1960 ورحنا على شيء مختلف جدا، نقلة نوعية مش طبيعية، تحولت الفساتين والأنوثة لشيء ستراكتشرد كامل تراديشنال كلاسيك اللي هو زمن البناطلين والقمصان والربطة والجيوب والجاكيتات. تحول اللوك الأنثوي للوك رجالي، صارت المرأة اللي عندها اللوك السوت واللوك القميص واللوك الشارلستون والبنطلون الواسع هو اللوك الدارج اللي هو لوك 1960. حتى ما نفوت بتفاصيل أكثر، أنا كتير بحب أنقل على سنة 1970 لأنه بهيدا الحقبة كتير كانت الميوزك هي الانسبيريشن تاعت الديزاينرز، وهون بلشوا ينتقلوا الديزاينرز من دمج الرسامين ودمج الطبقات الراقية لنقلوا نقلة نوعية للموسيقى. وأنا بحب الموسيقى عشان هيك بحب سنة 1970. فراحوا للروك أند رول، هي زمن كان كتير متوحش بالموضة، ما ضل شيء ما خلقوه، كانت كتير كتير انسبايرد بالموسيقى، القمصان، التياب، البناطلين، زمن كان كتير بعيد عن الطبقة الراقية، صار كتير قريب من الجيل العشرينات شوي من الثلاثينات، حتى الجيل المراهق كان يفوت فيها، وراحت على الدراما، بطلنا نحكي بالفاشن الستايل الرومانتيك ورحنا على الدراما القوية والموسيقى القوية والصاخبة، وبلش جيل السبعينات يندمج مع السينما وكله بلش مع بعض، يعني من مارلين مونرو والرقي والرومانتيك لزمن الدراما والموسيقى الصاخبة. وبعدين بدنا نبلش نروقها شوي، فرحنا على 1980 وهون بلشت الرومانس ترجع شوي شوي مع شوية رقي والعودة شوي للتاريخ اللي هو البولكا توبس، والحول نرجع الفوكابيولري تاع الفاشن والموضة ونرجع للأب الروحي تاعنا تشارلز فريدريك ونقول له بدنا نرجع للريدي تو وير المرتب. وهيك رجعت الثمانينات ورجعت الليدي دي، نحاول نلحق التصاميم الراقية الفخمة والرومانتيك. فالبولكا التنقيط اللي هي القماش المنقط وكمان القماش البولد القوي، وهون صار اللعب على القماش وصار كمان الهيب هوب، يعني ما نسينا الموسيقى، فوتنا الموسيقى بس كمان فاتوا الديزاينرز الراقيين وفات اللوكجري بالفابريك وفاتوا المشاهير، وصدنا نروح على أحلى زمن واللي الزمن اللي بعدنا لليوم نلجأ له لنقدر نستقطب منه وناخد to be inspired فيه، وهو زمن التسعينات، الزمن اللي مدى الديزاينر ما طلع فيه، طلع خلق كتير ديزاينرز نسمع منهم وبقيوا ديزاينرز الأساسيين يحافظوا على حالهم، وخلق ديزاينرز جداد، وهول الديزاينرز الجداد هن خلقوا موضة جديدة لجنريشن 2090، هن جنريشن المراهقين، خلقوا الشورت والتنورة القصيرة وخلقوا البنطلون الطويل وخلقوا البرمودا وخلقوا القميص القصير والقميص الطويل، صار كل واحد عنده ستايل يخلقه، وصار عندنا different brands وdifferent design، وهيدا هو الموضة، موضة التسعينات هي موضة كل شيء اسمه designers.
بدنا نروح للألفية وهي 2001 لل2021. هون منقول وقفت الكرياتيفيتي، وقفت المنافسات الديزاينرز، لأنه بلش خلص معش عنا، فاتت التكنولوجي وفات عالم التقنيات القوية، وصار عنا المنافسات إنه كيف بدنا نرجع للبيئة وكيف بدنا نرجع للتكنولوجي لنقدر نخلق القماش، وكيف بنفس الوقت نحافظ على تاريخنا. طيب بدنا نقول شو علاقة التاريخ بزمن 2001 وشو علاقة التكنولوجي؟ في شيء اسمه الموضة المستدامة. الموضة المستدامة نقدر نحنا نحكي فيها كتير ونوسع، بس هلأ وقتنا كتير قصير. بس فينا نقول إنه صحيح إنه ما كان في كرياتيفيتي، بس التكنولوجي خلقت شيء كتير حلو إنه حافظت لنا على التاريخ، بس بنفس الوقت خلت الفريشنس والمودرن تاع الحداثة تاعتنا تاع أيامنا موجودة، وخلقت شيء اسمه الزمن الحلو. كيف نقدر نحنا ناخد من الفنتج القماش، الفنتج فابريك نخليه، وناخد السيلويت تاع الزمن القديم والكلاسيك ونضيف له الفريشنس تاع الزمن الحديث، وبنفس الوقت الفاشن والترند الجديد، وهيك منكون خلقنا شيء اسمه ترو فاشن. التكنولوجيا الجديدة ما محت الهيستوري، لأنه الهيستوري نحنا لازم نضلنا محافظ عليه لنضلنا كافيين ونخلي الكونكشن موجودة، لأنه بالنهاية بكل شيء بهالحياة، حتى مش بس بالفاشن، بكل شيء بحياتنا بدنا نضلنا نتطور ونضلنا محافظين على قديمنا. وإذا لغينا الكلاسيك نلغي كل شيء حلو. عشان هيك الجنريشن الجديدة هي كانت الجيل الجديد والنيو جينيريشن تاعت النيو ديزاينرز، والجينيريشن بأعمار الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات بقيت تشتري وبقيت مبسوطة، الفريشنس بقيت موجودة، وحتى السلوات والكلاسيك والأناقة والفخامة بقيت موجودة، اندمجت ونخلق شيء مرتب. بنفس الوقت طلع شيء اسمه البيئة والحفاظ على البيئة من خلال الألوان ودمج الألوان، وهيدا الشيء كمان كان من ضمن الألفية اللي مرقت عبر السنين. اليوم حبينا نحكي كتير عن تاريخ البراندات، يمكن الوقت سبقني كتير وكنت حابة كفي عن كل الديزاينرز وكل البراندز، وأحكي عن الاستراتيجي تاعتهم وكيف عملوا الأبديت وكيف لحقوا الموضة والتكنولوجي، بس ما قدرت كفي الوقت. فهلأ أنا اللي بقدر لكم إياه أنه تاريخ الموضة تاريخ كتير مهم، ما فينا نعزله، والتكنولوجي إجت وحدثت هيدي الموضة. فعشان هيك شغل كتير مهمة نحنا إنه نلحق الأودينس ونلحق الأودينس شو بدهم، وهيدا الشيء أنا كخبيرة موضة أنا بقول إنه شخصية الشخص البيرسونال فاشن ستايل شغل كتير مهمة، وهيدا الشيء اللي ساعد التاريخ الحديث يساعد تبوش السيلينج تاع الديزاينرز. ليه؟ لأنه فوتوا شخصية الشخص مع الفاشن ستايل مع الموضة ومع التاريخ، فعملوا دمج كتير حلو وخلوا الشغلة خلوا القطعة تطلع ستاند اوت وفريش ومودرن. في حلقة اليوم اكتشفنا سر آخر من أسرار عالم الموضة، حيث تعرفنا على الأسباب وراء ظهور بعض الترندات، اختفائها أو عودتها من جديد. كما فهمنا أيضاً أن الترندات ليست مجرد موجات عابرة، بل هي انعكاس لذوقنا الفردي وتفاعلنا مع المجتمع والعالم المحيط بنا. الموضة في جوهرها تعبر عن أكثر من مجرد ملابس، فهي وسيلة تعكس كيف نرى أنفسنا وكيف نرتبط بالتغيرات الاجتماعية والثقافية من حولنا. في النهاية تاريخ الترند في الموضة هو قصة مستمرة من الإبداع والتغيير، تعكس كيف تتطور الأذواق والمعايير المجتمعية مع مرور الزمن. من خلال متابعة الصيحات نكتشف أن في كل موسم جديد نشهد ولادة أفكار وتصاميم تفتح لنا آفاق جديدة في فهم الموضة، مما يثبت أن الأزياء ستظل دائماً جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وثقافتنا المتغيرة بشكل مستمر.